السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنها الماما إفريقية، إن الحياة البرية في قارة أفريقيا تتميز بتنوع حيواني مذهل، وجميع الحيوانات تعيش في أنماط بيئية محيطة بالبحر والجزر، والتي تجعل منها مكانا للتكاثر واكتشاف أنواع جديدة. وعلى مر السنين كانت قارة أفريقيا مركزا للتنوع الحيواني، ويوجد النصف الأكبر من الاختلافات المتنوعة من الحياة البرية. إفريقيا تحتوي على الكثير من الحيوانات المفترسة وغير المفترسة، وهي بيئة متنوعة تضم عدد هائل من الحشرات والحيوانات بمختلف أنواعها، وكذلك الطيور الجارحة آكلة اللحوم، وكذلك الفهد هو أسرع الثدييات البرية في العالم، ويصل إلى سرعة 60 ميلا في الساعة في أقل من 3 ثوان. وفقا لمؤسسة الحياة البرية في أفريقيا، هناك حوالي 7500 من الفهود التي تتواجد في البرية وتعيش في أقاليم في شرق وجنوب أفريقيا في بلدان مثل كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا. وهناك أقوى أسود العالم، أنه الأسد الأفريق الشرس، والذي يعرف أيضا بالأسد النوبي وأسد الأطلسي، هو إحدى سلالات الأسود التي انقرضت في البرية خلال أوائل القرن العشرين، والتي استوطنت شمال إفريقيا. كانت الأسود البربرية من ضمن الوحوش التي استقدمها الرومان لقتال المجالدين في الكولوسيوم، إن لم تكن أكثرها شيوعا. وكان الرومان ينقلون الأسود من شمال إفريقيا إلى روما بأقفاص مغلقة تماما، ويسجونها لأيام عديدة بلا طعام لتصبح أكثر شراسة، ومن ثم يطلقونها على المجالدين والمجرمين المحكوم عليهم بالإعدام بما فيهم المسيحيين في ذاك الوقت. وهناك إقوان أسود العالم، الأسد الأفريقي الشرس، إن معظم الأسود الموجودة في الأسر اليوم تعتبر غير قيتاجينية، إذ أنها نتاج تهجين بين سلالة أسود مختلفة تم إحضارها من إفريقيا منذ سنين بعيدة النزوغ لبعضها جهلا أو بعدم اكتراث، بما أن الحفاظ على الحياة البرية لم يكن من أولى اهتمامات الإنسان في تلك الفترة. وبالتالي فإن الأسود الأسيرة اليوم تمتلك خليط جيني من عيد سلالات مختلفة للأسود. Thank you.